هدمت ميليشيا الحوثية الإرهابية اليوم النصب التذكاري التركي في العاصمة المختطفة صنعاء. وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي شرعت في هدم النصب التذكاري التركي الكائن في محيط وزارة الدفاع خارج أسوار العاصمة صنعاء القديمة وسط صنعاء. وتداول ناشطون صورا وفيديوهات لآليات ومعدات وهي تهدم النصب التذكاري بحضور مسلحين حوثيين. Thank you.